موجز لأهم الأنباء من شوف تيفي، أهلا بكم. في خطوة تضامنية تجمع العشرات من أصحاب الدراجات النارية الكبيرة أمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء يوم أمسنا الجمعة في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي القائم على قطاع غزة. وانطلق المتضامنون على متن دراجاتهم النارية من أمام مسجد الحسن الثاني مرورا بشارع كورنيش عند دئاب رجوعا إلى نقطة الانطلاق في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، هذا في الوقت الذي دخل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثاني حاصدا مئات القتلى وآلاف الجرحى. في خبر آخر، حصلت شوف تيفي على معلومات تفيد بتسريب تقرير يخص لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء، والتي قامت أخيرا بتتبع خيوط وملابسات فاجعة بورغون. وقال مصدر لشوف تيفي أن التقرير الذي سربت بعض محاوره والذي أعدته لجنة لتقصي الحقائق سيكون صادما للمديرية الجهوية للوقاية المدنية ووالي ولاية الدار البيضاء وعامل مقاطعة أنف ورئيس مجلس المدينة. ويكشف التقرير ضعف البنية التحتية والإمكانيات اللوجستيكية للوقاية المدنية وكذا البناء العشوائي الذي يتم في حي بورغول بدون رخص بناء. دوليا، دعا وزراء الخارجية المشاركون في اجتماع باريس حول غزة إلى تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس التي بدأ العمل بها لمدة 12 ساعة صباح اليوم السبت. واستضاف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت في باريس نظراءه الأمريكي والبريطاني والألماني والإيطالي والقطري والتركي، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في غزة. وقتل 23 فلسطينيا في قطاع غزة فجر السبت في قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 950 فلسطينيا. وبعد اللقاء قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت للصحفيين: ندعو كل الأطراف إلى تمديد وقف إطلاق النار الإنساني. نختم هذا الموجز بالخبر الفني، حيث يعكف مجموعة من الفنانين المغاربة بمجالات الغناء والتلحين والعزف والتصوير والإخراج والأزياء وكذلك التمثيل على الانخراط في إنجاز ملحمة وطنية مغربية تحمل عنوان المغرب المشرق، وتقديمها كإهداء للملك محمد السادس وكافة الشعب المغربي بمناسبة حلول الذكرى 15 لعيد العرش. العمل يتضمن 6 لوحات غنائية مصورة بتقنية الفيديو كليب تفتتح بدعاء للفنانة نعيمة سميح، حيث تم تصوير مشاهده بجوار الصرح الديني لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، ثم لوحات أخرى لكل من محمود الإدريسي ونجاة عتاب وجنات مهيد وعبد الفتاح الجريني، إضافة إلى رشيدة طلال وآخرين الذين سيؤدون آخر اللوحات. العمل من ألحان جلال الحمداوي ومراد القزناي، كما تتضمن الملحمة مشاهد سيجسدها كل من جمال دبوز ومحمد خوي وهدى الريحاني وأنس الباز والسعدية أزكون. بهذا الخبر الفني نأتي وإياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذا الموجز، أطيب المنى، إلى اللقاء.